إلى أي مدى ستذهب إسرائيل في تصريحاتها، ربما إجراءاتها أيضا ضد السلطة الفلسطينية؟ هل حصلت إسرائيل على ضوء أخضر غربي لتقويض دور السلطة الفلسطينية، أم أنها ستستمر في هذه الفترة بمحاولة شيطنة السلطة الفلسطينية؟ يعني نعلم جيدا أن هناك إشكالات بين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية قبل 7 أكتوبر وقبل الحرب في غزة، وكان هناك مأخذ إسرائيلي كبير على السلطة الفلسطينية لعدم إدانتها ما سمته إرهاب حركة حماس. السلطة الفلسطينية هي متضامنة مع شعب غزة، والسلطة الفلسطينية في الأساس منذ 2006 بالرغم من إخراجها بالقوة من غزة بقيت تؤمن مطالب غزة وحاجات غزة. إذن نحن أمام وضع استثنائي في الأساس في الضفة الغربية أيضا، وأعتقد أن الغرب لا يوافق، لا يعطي الضوء الأخضر لضرب السلطة. البعض يطالب بإصلاح أحوال السلطة، بأن يكون هناك حسب تعبير الأمريكيين سلطة معززة أو يتم تجديدها، لكن هذا الضغط الإسرائيلي على الضفة على السلطة الفلسطينية لا يجد له صدى كبير في الغرب.